أنا وحبابنا السلام عليكم، شكرا بزاف على التفاعل ديالكم والوفاء ديالكم الدائم والإيجابي مع كل حلقات برنامجكم الأسبوعي والتحسيسي والإعلامي بكل ما يخص السلامة الطرقية البيرميزوج على قناة كوميدي أن تي في. ليس نيل المطالب بالتمني ولكن تؤخذ الدنيا غلابة، بيت شعري اللي كيختصر لنا حال المشاركين ديالنا داخل الأكاديمية اللي خلاو كل عزيز ووقفوا نشاط حياتهم باش ما يخليو حتى شي حاجة تمنعهم من الحصول على رخصة السياقة، وحنا مرافقينهم من أجل بلوغ هذا الهدف، بل أكثر من هذا محفزينهم بالحصول على سيارة رائعة كهدية المتميز فيهم. في الأسبوع اللي فات واللي كان موضوعنا مخاطر الطريق ونظرا لتعاملنا السيء فيه، فأغلبية الأحيان كتكون نتيجة حوادث سير خطيرة، وهي اللي غادي تكون موضوعنا في هذا الأسبوع هذا باش نقولوا كفى من التهور والله يحد الباس. يلا سيدي ربطوا أحزمة السلامة، الحلقة غادي تبدأ ونبدأوها بالمختصرات كيف العادة. في هذه الحلقة الحصص التحسيسية الموجهة لكم مشاهدينا غتعرفنا على سيكولوجية السرعة وعلاقة الوقت بالسلامة الطرقية وكيفية التعامل مع مصاب في حادثة السير. مفاجأة الحلقة هي حضور ضيف فنان عزيز علينا هشام بهلول، غادي يتقاسم معنا تجربة مريرة عاشها في حياته. حصص السياقة غادي نرافقوا المرشحين ديالنا اللي باقيين مواصلين مسيرة السياقة وسط المدينة بكل تحدياتها. حصة السيكولوجيا بدورها غادي تسلط الضوء في هذه الحلقة على سيكولوجية السرعة، هذه الآفة اللي كتشكل كابوس لكل سائق سقط في شباكها. غالبا ما كتكون السرعة تعبير عن الحالة النفسية للسائق، واللي كل ما كانت هذه الحالة ماشي طبيعية كتنعكس مباشرة في الإفراط في السرعة. نتبعوا. الطريق ليست فقط مهارة جسدية، وليست فقط تركيز، وليست فقط كذلك تطبيق قانون، ولكن أيضا هي بالأساس واحد العلاقة تفاعلية بين مجموعة من الناس اللي كيسلكوا الطريق. هذه العلاقة التفاعلية كتكون كتعكس الشخصية ديال الإنسان، وبالتالي إذا كانت عنده شخصية عدوانية أكيد أنه يكون عدواني في الطريق. كان شخصية متعاونة متسامحة، شخصية اللي كتفاعل بشكل إيجابي، راه نفس الشيء غادي يبان على مستوى الطريق. لهذا في كثير من الأحيان أن العلاقة في الطريق هي كتعكس العلاقة مع الذات، مع الشخص نفسه. والإنسان قبل ما يسلك الطريق كيخصو يكون متصالح مع ذاته، لهذا مجموعة التوترات، حالات الغضب، الحالات النفسية السلبية إلى غير ذلك يمكن لها تأثر سلبا وتأثر بطريقة خيبة على القيادة، ويمكن لها تعرض للذات والآخرين إلى مجموعة من المخاطر. في الطريق أيضا كان هناك مجموعة من المقومات اللي كتجعل أن الشخص إما أن يكون متفاعل بشكل إيجابي أو سلبي، من ضمنها الخصائص النفسية ولكن كذلك علاقته مع الآخرين. وهذه العلاقة مع الآخرين كنلقاو بأنها إما علاقة تعاون وإما علاقة تنافس، علاقة عدوانية. إذا خدينا مثلا التجاوز كسلوك يمكن نشوفوا فيه هاد المعطيين بجوج، معطى التسامح ومعطى التنافس والعدوانية، وهذا كيتجلى مش فقط عند الإنسان اللي كيتجاوز ولكن كذلك الشخص الذي يتم تجاوزه. وحنا كنشوفوا بأن في الطريق مجموعة من السلوكات اللي كتبين هاد العلاقات التفاعلية. السرعة أحيانا تستخدم بشكل عدواني، وبالتالي في كثير من الأحيان أن السرعة كتكون نتيجة ديال محاولة تأكيد الذات، الرغبة في التفوق، الرغبة كذلك في إثبات هذه الذات. ما كنلاحظوا بأن مجموعة ديال حوادث السير كيكون السبب ديالها الإفراط في السرعة، وهذا الإفراط في السرعة كيؤدي النتائج ديالو بشكل وخيم على الأرواح ديال الناس. فالشخص عندما يمارس السرعة كيمارسها في كثير من الأحيان، وهذا كيتجلى عند الرجال ربما أكثر من النساء، وكيجلى في كون ان كنستغلوا السرعه كاداه لتفاعلات سلبيه اللي فيها محاولات فرض الذات، محاولات تاكيد الذات، كنصارعوا على الفضاء ولكن كنصارعوا على الزمن وكنصارعوا كذلك على التفوق، وكتكون عندنا السرعه هي الوسيله ديالنا اللي ما كنقدروش المخاطر ديالها حق القدر ديالها، وبالتالي كنسقطوا في مجموعه من النتائج السلبيه. الفنان هشام بهلول حاضر معنا اليوم ضيف عزيز، واللي غيتقاسم معنا لحظات من النصائح والعبره والتامل من تجربه صعيبه دازت في حياته. نتبعوا. كي غادي مع ليكو مزيان ان شاء الله تكونوا
في مستوى ديال المواطنه، لان المواطنه هي من بيناتها انه الواحد يحافظ على ارواح الاخرين ويحترم قانون السير. واللي سمعت بانه اللجنه الوطنيه للوقايه من حوادث السير عامله هذا الممر اللي هو اكاديمي من اجل الاحراز على رخصه السياقه. اذا كنتمنى انها تكون يعني درس للاخرين، حتى الناس اللي هي ربما ديال تعليم السياقه، انها تكون عندها هذه روح المواطنه وتكون يعني خالصه في المواطنه ديالها باعطاء يعني رخص السياقه عن جدار واستحقاق للمواطنين المغاربه اللي هما منخرطين عندها. انا جيت عندكم هنا كمجيه مزروبه، كنت في المستشفى العسكري. تقول لي اش كدير في المستشفى العسكري؟ كيف ما عارفين درت حادثه سير. الله يسلمك وينجيك. الحمد لله على كل حال، كما سمع البعض منكم بانه كانت الحادثه ديالي الى حد ما مميته، الحمد لله انه تجاوزتها بفضل الدعوات ديال المغاربه. ومن هذا المنبر كنقول لهم شكرا، الله يجزيكم بخير. من بين الاجزاء من الاشياء اللي وقعت انه توقف القلب الجمرات، وانه كانت غيبوبه يعني من بين 6 ايام و7 ايام 8 ايام تقريبا. في النهار التاسع او العاشر تحولت للمستشفى العسكري، ولكن في بن سينا كان عملوا لي واحد الفيكساتور اكسترن على العظم ديال الفخذ ديالي الفيميور، وكان لو كود تشخشخ يعني حسب ما كان قال لي الدكتور. كان قال لي بانه بحال انفاز وطاح تشتت، الوغ كان خصي يدير لي دي بروش. وكان هنا في لافونبرا في الساعد الايسر كان واحد كاينين دو بلاك، جوج حديدات يعني في العظيمين ديال 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 الساعد بجوج تهرسوا. وفي الفيميور في الفخذ قلت لكم بانه دارت العمليه الاولى في بن سينا فيكساتور اكسترن، ومني تحولت للمستشفى العسكري كانت واحد البروبليم ديال الانفيكسيون في الاول، تخلصوا منها وداروا ان بلاك في سي يعني العمليه الثانيه، لان كانت الفتحه الكسره باردون الفراكتور كانت اوفيرت، خرج العظم من الفخذ. عاد باش اللي قبل منها كان توقف القلب جوج مرات، كانت حاله غيبوبه من واحد الضربه كانت جات في الراس، وتثبت لي في واحد يعني واحد الفتره ديال عدم الوعي طويله. خديت على اثرها واحد الحبات ديال اعاده الذاكره سميتها نوتروبيل بوندون واحد 6 شهور، وزدنا شهريه 7 شهور. يعني الارواح ديال الناس تقدروا نتوما تكونوا سبب انها تبقى على الحياه او لا، ومن بيناتها الارواح ديالكم نتوما السائقين اصلا. يعني سير مهل تسلم الحياه ديال الاخرين وحال حياتك تنتهي. تشرفنا بزياره هشام بهلول اللي وقعت ليه حادثه السير. صراحه تاثرنا بزاف بالكلام ديالو، واستفدنا مجموعه من افادات، اللي منها نحترموا السرعه القانونيه ونحاولوا نكونوا مسامحين في الطريق، وحطينا بلاصتنا في بلاصتو اللي الهضره ديالو اثرتنا بزاف، وعطانا مجموعه من الشروط اللي خاصنا من القوانين، نحترموا القوانين السير اللي خاصنا نحترموها في الطريق، بخصوص الروتوروت اللي منها نحترموا السرعه القانونيه. ولا تلاقينا شي واحد نتقابل معانا نحاولوا نركزوا ونتابعوا في الطريق. من بعد ما استرحوا من السياقه لمده يومين باش يرسخوا كل ما تعلموه، المرشحين غادي يستأنفوا المتعه ديالهم مع السياره، واحاسيس مختلفه ما بين الفرحه والدهشه والخلعه، واللي القاضي ديالهم هو التركيز. جات النوبه ديال ابتهال في السوقان، والتحدي الكبير ديال وسط المدينه واللي فيه كل مسببات القلق والرعب وجريان الدوره الدمويه. وكي غتخرج حريرتك ابتهال سير على الله. الله يسلمك، تحت
دي بارلي بالسيارة دي مال خايف هادي خلوهم بنجي شوالية هادي رأي لخطشي بحالة فوقية تسكتي دي ريك طريقة ليدا هادي صغير المهم رجرة معنا شو أصلاح حلو معنا بسرعة سيطلق الفرابة سيطلق من غير الانطلاقه ديالها المتردده المستوى ديال الابتهال في السياقه كيريح نوعا ما غير شويه ديال الاحتكاك مع الطريق وغادي تولي معتبره بالنسبه اليوم الدرس التطبيقي اللي عملنا يعني كان واحد تجربه مزيونه لان كان اول مره غادي ندمجوا مع السيارات كان واحد الاكتضاد كبير بين السيارات يعني كان واحد التخوف لان اول مره غندمجوا مع هاد الحركه السير كانوا الطوموبيلات شي كيخرج لك من اليمين شي كيضوب لك من اليسار ديالك يعني ما كتعرفش كيفاش عادي تتعامل مع السياره لان اول مره ولكن واخا هذا التخوف هذا كامل باقي غادي نحاولوا نطلعوا المستوى ديالنا وعيرجع لنا هادشي هذا عادي يعني حاولنا نتعاملوا مع الفيتيز ديالنا يعني درنا دوزيام تروازيام يعني زدنا شويه في السرعه ديالنا استعملنا اكسيراتور وهادشي الصراحه عجبني بزاف ويعني باقي يلاه اليوم نهار الاول اللي عملنا التجربه هذه وباقي غادي نزيدوا في هادشي هذا ان شاء الله وكريستيان في الطوموبيل وعلى البيرمي ساهر الليل كريستيان بيان ابيي بيان كونسونتري بور كومونسي يلا ليتس جو فور ذا رود كنختار لومبريج الاول افون ندوزو البروميير فيتاس ورا قدام يلا باقي لنا شي حاجه ما درناهاش باقي وي انا كندير السينيال تاع اليسار كنشوف المرايات بجوج هادي وديال اليسار من الداخل برا يلا كنقش شويه الكسيرات شوف شنو نطق نمر بشويه شوف كنسيري شويه في الاول كنسيري شويه في الاول كنسيري شويه في الاول يلا نرجع شويه لورا عند اليمين زيد شويه الاكسيليراتور زيد شويه الاكسيليراتور زيد سير زيد سير باش يعمل المطار يلا كنمشيو لادوزيام فيتاس لومبرياج تكون عندك دوزيام نطلقو لومبرياج كامل ونكسيري شويه زيد شويه لافيتاس إذا هنا قدامنا مدار رون بوان كنقصو لافيتاس وكنعطيو فاس قطيل اليسار كما كنشوف جيم اليسار كيسحقنا هو الأول كنحيدو شويه الأكسيليراتور ونشوفو الرون بوان اليسار سير شوف لادوش ممكن حتى ما كيمشي نزيدو شويه نكسيري شويه رينا شوفها نديرو السينيال تاع الشوفة حافلة بيس اليسار عاود كنطلعو شويه لليمين نحيدو السينيال نسيرو شوشي غنمشيو تو دوا دابا هنا في هاد الحالة الأصبع كيعني حتى أنا داخل المدار يلا نسيرو شوية شوية اليسار عاود نزيدو شوية السرعة نسيرو شوية نزيد شوية الأكسيليراتور زيد نخرج شوية من اليمين دابا غنطلعو السرعة الثالثة غنحيدو الأكسيليراتور لومبرياج بوانو تخوازيام غنطلقو لومبرياج ونسيرو شوية شوية غنبقاو شوية هنا دابا غنديرو السينيال تحت اليسار نشوفو المرايات ورانا كريستيان نقدروا نقولوا عليه راه تغلب على اغلبيه مشوشات السياقه غيبقاو ليه غير تفاصيل صغيره ممكن يتفاداها في هذه الايام القليله اللي بقات ليه في التكوين خاصو غير يزير معنا في الكود اول مره انا كنت صوب سوقان داخل من المدينه المهم الحمد لله صاحبها شويه الحمد لله ولكن كوش ديالي كتعلموا شكل دوز فيتاس و تفريني مع الامبورتياج والحمد لله avec le temps j'espère que ça ira mieux mais la plupart c'est qui était un peu très difficile parce que c'était ma première fois de conduire dans la ville et c'était comment gérer les situations mettre les vitesses et puis freiner en même temps quand j'arrive au rond-point, comment gérer, regarder un peu de gauche à droite et un peu et me remettre encore la vitesse en première.
c'était un peu ça qui était un peu difficile, mais avec l'aide de mon coach, j'ai pu m'en sortir. Je pense qu'avec le peu de temps, ça ira mieux. Merci. يفتح يا رزاق، ها حفيظة جات وبين مقد الوراق. كيف غتكون انطلاقتها؟ واش غنشوفوها أكثر تحكم في السيارة أو في الفضاء الطرقي؟ نشوفوا. حفيظة مازال كتستسلم للدهشة وباقي ما كتسيطرش على المقود بالشكل الكافي، لكن الواضح انها بدات كتستأنس مع المتاهات ديال السياقة وسط المدينة، وخاصة غير تزيد شوية من الثقة في النفس. السلام عليكم، اليوم درنا خرجة زوينة بزاف في مدينة الرباط اللي استفدنا منها ياسر من المسائل، اللي منها اولا كيفاش نحترموا الاشارات، وانا صراحه لقيت صعوبه كبيره كيفاش ندمج مع السياره ديالي ومع السائقين الاخرين ومع الراجلين، كيفاش نحترم الراجلين، كيفاش نفراني، كيفاش نستعملهم برياج كسيراتور وغيرها من المسائل. غير واحد الحاجه اللي تلاقيت فيها صعوبه هي نتحكم في السياره ديالي. هي مبادرة نبيلة من طرف سي هشام بهلول باش يجي لعندنا هنايا الأكاديمية وحنا في إطار التكوين، ويعطينا شهادة ديال شخص عاش الحادثة وعاش خسائر مادية وكان مادية وجسدية وكانت غتمشي فيها الروح ديالو، كيف دير عاش رجع من الموت. دونك بالشهادة ديالو كنعيشو حنا معاه، هو كيعاود وحنا كنحطو راسنا في ديك لا سيتوياسيون، كنشوفو كيفاش كيقول لك غاب، فقد الوعي، ما بقاش عاقل، فقد واحد الذاكرة لمدة بسيطة. مهم يعني حوايج اللي ما يمكنش الواحد يعيشهم. تاثرنا فريمون، تاثرنا بالشهادة ديالو، وكنتمنوا ان هذا الشيء يفيدني ويفيد جميع المشاركين معنا في الاكاديميه، باش ديما تبقى الصوره ديال داكشي اللي عاود ناسي هشام قدامنا، باش منين يبغي الواحد يزيد بالسرعه يتفكر داكشي اللي كان، ويتفكر شنو هي العقوبه ديال ديك السرعه من بعد، لا عليه ولا على الاخر اللي شاد معاه الطريق. دونك كنشكرو بزاف على المجيء ديالو عندنا الاكاديمي. من اكبر الضغوطات اللي كتجي عندنا نفرطوا في السرعه هو عامل الوقت. أشنو علاقة الوقت بالسلامة الطرقية؟ نتبعوا. الوقت أولوية الحياة والسلامة الطرقية، اللي خاص نعرفوه جميع ونكونوا متأكدين منه أنه المشاكل التنظيمية اللي كتعلق بجميع جوانب الحياة سواء كانت عملية شخصية أو عائلية كتأثر بصفة مباشرة على السرعة ديالنا على الطريق. فمسألة السرعة كتأثر بالانشغال الذهني بباقي المشاكل التنظيمية اللي كتخلق واحد النوع ديال الضغط اللي كنتصوروا بأنه مفروض علينا نوصلوا في هذا الوقت ولا قبل الوقت، وهذا كيأثر على السرعة ديالنا على الطريق. ايضا الحفاظ على السلامه ديالنا، الحفاظ على السلامه للناس المرافقين لينا في السياره او الشاحنه ديالنا، الحفاظ على السلامه ديال باقي مستعملي الطريق هو مسألة أولوية ومهمة أكثر من ربح الوقت على الطريق.
إذن خاص نعرفو كيفاش نوظفو الجهود ديالنا والطاقة ديالنا باش ندخلو واحد النوع ديال التنظيم على حياتنا. في هذه الحالة التنظيم في الحياة ما كيبقاش غير مرتبط بالنجاح، هو فعلا معيار للنجاح ولكن ما كيبقاش مرتبط غير بالنجاح، ولكن كيولي مرتبط بالسلامة ديالنا على الطريق، لأنه حنا ملي كنكونوا منظمين حياتنا، منظمين مواعيدنا، ضابطينها، عارفين وقتاش خاصنا نخرجوا باش نوصلوا لذاك الموعد في الوقت، فالتنفيذ كيكون سهل، يعني بعيدا على العشوائية في المواعيد اللي كتأدي للعشوائية في استعمال السرعة اللي كتأدي لحوادث السير وحدوث أخطار كثيرة على الطريق. بالنسبة لهذا الحادثة اللي وقعتني هشام بهلول فكرتني في واحد الشخص اللي كان عزيز علينا في العائلة اللي تسبب في واحد الاكسيدون اللي سبت له في الموت، يعني كان هو ماشي يعني كان الغلط ديالو اللي كان ماشي بواحد السرعه كبيره وسبته باش يدخل في واحد البوطو ديال الضوء، وكانت زعما هذيك نهايه ديال الحياه ديالو، ويعني تألمنا بزاف لانه خلى ولادو صغارين بزاف والجوزه ديالو، لان بعد ما كما كنقولوا الاب هو رب البيت، يعني واخا كتكون الام الحنان للام ما كيتعوض، ولكن هذا الاب حتى هو عنده واحد الدور كبير، لان بالنسبه لولادو باقي صغارين عيطلعوا يعني فاقدين واحد الحنان ديال الاب، يعني تألمنا بزاف، وهذا الشيء يعني كنتمنى من الله زعما الناس ياخذوا بهاد النصائح هادو ويقللوا من السرعه ديالهم. رغم تطور تقنيات حماية السيارات من الحوادث، إلا أن الأخطاء البشرية كتبقى السبب الرئيسي لمعظم ضحايا الطرقات. نتحلوا بالمسؤولية، نعطيو الطريق حقها، ونحترموا ذاتنا والآخرين. وكيف كتعرفوا، السرعة من أكبر المسببات في حوادث السير، الشيء اللي كيجعلها آفة خطيرة كيعاني منها عالم السير والسياقة. وحيت ماشي كلشي كيحترم قانون السير، نردوا بالنا أكثر في الطريق باش ما نكونوش الضحايا ديال الناس متهورين. أجيو نتعرفوا على سيكولوجيا السرعة مع الأستاذ عزوز التوسي. لاحظوا معايا بأن السرعة عندها مجموعة ديال الأبعاد، كاين بعد اجتماعي، بعد اقتصادي، بعد فلسفي، وبعد سيكولوجي. بعد اجتماعي، لا فيتاس سي ان سيمبول، رمز. حنا كنعرفوا بان في المجتمعات المعاصره ديالنا عطي واحد القيمه كبيره للسرعه، بحيث ان كلشي سريع. اذا عندنا كيمكن نتكلموا على امون دا غراند فيتاس ام جي في بحال التي جي في، عندنا الوجبات السريعه، عندنا الميكرو اون، عندنا التي جي في، عندنا الكونكورد الى غير ذلك، هادو كلهم مظاهر ديال السرعه، وبالتالي في المجتمع ديالنا مالوغوزمون فالوريز لا فيتاس، كنعطي واحد القيمه كبيره لا فيتاس. لاحظوا معايا واحد كاين واحد البارادوكس، واحد المفارقه، واحد التناقض. كلما ارتفع امل الحياه، استدير الناس شحال كتعيش، كلما شحال هذه كانوا الناس كيعيشوا شويه، دابا ولا كيعيشوا بزاف. امل الحياه كلما ارتفع امل الحياه، كلما تطورت الاله، كلما عوضت الاله للانسان، كلما قلت عن ساعات العمل، كلما استشعر الفرد بضروره السرعه. لاحظوا هذه مفارقه غريبه جدا، لان في الوقت اللي كان خص الاله كتقوب دير له بزاف الحوايج وبالتالي كيرتاح، لا، حنا هذا كنشوفوا كل ما تطورت الحضاره وكل ما كانوا ندوم كبار كل ما كيكون له ستريس ديال السرعه. دونك كاين هيستيريا السرعه، سي هيستيري دو لا فيتاس. البعد النفسي كنلاحظوا بان السرعه كتعطي الشعور بالقوه، كتعطي حق المتعه، كتعطي واحد النوع من الوهم ديال الحريه، ولهذا ملي كيكون السرعه كنحسوا راسنا بان نو سوم ليبر، وهذه كتجلى عند لي موطار. كان تحقق الشعور بالتفوق، اداه لتاكيد الذات، سي ان مويان دو سو كونفيرمي. السرعه في السياقه نتاج لادراك ذاتي للخطر، ستادير اون بيرسوا دون فاسون سوبجيكتيف لو ريسك. ولهذا الناس اللي كيزربوا بزاف كيكون عندهم اون بيرسبسيون، واحد الادراك مغلوط على الخطر. بون، هادو بعض الاحصائيات. لاحظوا بان مثلا في الدنمارك، هادو دراسات اللي داروا في الدنمارك في 79، هبطوا السرعه القصوى من 110 الى 100 في لي زوتوغوت، انخفضت الحوادث بنسبه 14%. في سويسرا خفضوا السرعه الى 80 من 100 الى 80، الاخر ادى الى انخفاض ب 4%.
فنلندا مهبطوها من 180 في الطرق الوطنية، انخفضت الحوادث الجسدية ب 11%. يمكن نقولوا نفس الشيء بالنسبة لفرنسا وبلجيكا وسويسرا، بحيث أن في داخل المدن هبطوا 50 كيلومتر، انخفضت ما بين 5 و10 في هالدول هذه ديال هنغاريا، إسبانيا، بلجيكا، فرنسا. في هونغ كونغ رفعوا السرعة من 50 إلى 70، زادت حوادث السير ب 20%. هذا كيبين الخطورة ديالها. لاحظوا بأن في السرعة كاين عندنا جوج ديال الغرائز كيتحكم، كاين غريزة الإيروس وغريزة الطناطوس. غريزة الإيروس هي غريزة الحب، إيروس هو إله الحب عند اليونان. غريزة الطناطوس هي غريزة الموت. السرعة كاين هاد المفارقة ما بين هاد لي دو زانستان، إيروس ديال لامور اي دو لافي، جو فو فيفر، باغي الحرية وباغي جو مو كونفيرمي اتسيتيرا، اي او ميم طون جو ريسك لافي. هاد المفارقة كتجلى في السرعة. الناس اللي كيوعاو ذاتهم كيرجحوا كفة غريزة الإيروس، يدون بليس دامبورتونس الانستان دو ليغوس. بار كونتر الناس كي اللي ما عندهم متهورين غير ذلك كيرجحوا غريزة الطناطوس، وبالتالي كيمكن لهم يسقطوا في لي زاكسيدون اكسيتيرا. النقطة اللي أثر فيها في القصة ديال هشام بهلول يعني فاش طرات لاكسيدون، يعني هو كان ديك لاكسيدون دات السبب ديال موت واحد، موت ديال واحد المرأة يعني كانت في السيارة الأخرى اللي تصادمت مع السيارة ديالو، يعني أدت للوفاة ديالها. وحنا في الفضاء الطرقي ممكن تصادفوا مع حادثة سير ويكونوا أشخاص اللي محتاجين لنا نقدموا لهم يد المساعدة قبل ما يحضروا المختصين. داكشي علاش من المفروض علينا نتعلموا أساسيات الإسعافات الأولية. نتبعوا مجموعة ديال الناس اللي كتكون غادة في لوطوغوت أو غادة في الشارع وكتصادف حادثة سير، ويعني بحسن نية كيخرج الإنسان مثلا داك السائق تيشوف واحد السيد ملقى في الأرض، تيبغي يدير واحد العمل، تيبغي يدير واحد لو جيست، ولكن إلا ما كانش عنده دراية فيما يخص سكوريزم فيمكن حركة بسيطة منه أنه غادي تسبب ليه في واحد المضاعفة اللي هي خطيرة جدا. مثلا إلا كان مثلا لقى شخص معين عادي، لقى واحد السيد دار واحد الحادثة وبدا كيحرك ليه في وجهه كومسا ولا شي حاجة، كاين واحد لو ريسك أنه باش يتوشي ليه، يعني يديبلاسي ليه واحد الهرسة، يديبلاسي واحد لافراكشور، وبالتالي غادي تكون عنده واحد العواقب كثيرة. مثلا ناخذوا لي فراكشور اللي تيكونوا او نيفو ديال لوراشي سيرفيكال، كيجي انسان ما عارف والو، يعني ما عندوش درايه بالسكوريزم، تيلقى سيد ملقى على الارض، كيشدو كيبدا يصرفق فيه، يتكلم واش كتكلم هذا، وبالتالي هاد الحركات كيديبلاسيو داك لوس اللي هو فراكتوري، اي سا توش لاموال ايبينيير، وكيعطينا شلل تام. حالات اخرين بحال ناخذوا الكسر ديال سكون ابل لو فيمور، كتلقى كسر ديال الفيمور، الانسان كيبقى يحلكوا من الرجل ديالو، لا فراكتور ديال الفيمور سو ديبلاس، كديبلاسي ديك لا فراكتور، وبالتالي كتوشي شي عرق وكدير نزيف داخلي وكيقدر يؤدي به كاع الوفاه داك السيد. لحظات جديدة غادي نعيشوها مع المرشحين في حصة السياقة، وهما الآن كيعيشوا فترة المخاض باش تولد عندهم شخصية السائق الجيد. يوسف كيستعد باش يدير انطلاقة بالسيارة في اتجاه المغامرة الخاصة بوسط المدينة، وهو واعي بالمسؤوليات والحقوق والواجبات اللي عليه. واش غادي يسيطر على الدهشة والتوتر بالتركيز كيف العادة؟ نشوفوا. ملي كنقرب المدار دائما كنرفع البال على اليسار، الاسباق على اليسار، لما كان حتى واحد كندخل كنشاهد حتى هذا الاسباق. لاحظتي هذه المنطقة هذه اللي في المدار المصبوغة بالاحمر فيها واحد النقوش في الارض كتعطينا واحد الصوت العادي، هذا الشيء واحد الدابة سمعتي؟ اذا هذه المنطقة بطبيعة الحال كتكون يعني حركة سيدة ومكبرة من هذه النقوش باش كتسمع فيها الصوت كتدبل كثير، كتحاول بطبيعة الحال تنقص السرعة تدوز شوية والآخر تعاود شوية باش كنكونوا كلنا في أمان، يعني كنقرب في السرعة ديالنا.
ديال لومبريج التقاطعات الطرقيه كما كنشوفوا في الدروس كيكون فيها ديما خطر تصطدم سياره بسياره كيكون في الصوره ديالو الاخر حتى هو فاش كنكونوا كنا كندوزو في الحاله كنعاودو نرجعو للجهه نشوفو المطار على اليسار ديالها يوسف من زهرو في هذه الجوله الطريق ما كانتش عامره بزاف الشيء اللي خلاه يكون مرتاح اكثر ولكن النقطه الايجابيه اللي ممكن نسجلوها ليه وهي انه ما كيخليش الاستماع ديالو للمعلومات والتوجيهات اللي كيقولها المدرب تغفلوا على مراقبه حاله الطريق حول السياره وهذه ميزه ما كايناش عند كل شيء. اليوم جابونا الاساتذه ديالنا هنا لمدينه الرباط باش نسوقوا في الطريق العاديه وفي الطريق العامه بحالنا بحال السائقين الاخرين. هو في الاكاديمي كيحاولوا ما امكن يقربونا من الواقع والسياقه في الواقع واني ما غاتعرفش هذيك التجربه حتى غتجربها كما درناها حنا اليوم. عاد كتبدا تحس براسك انت كسائق بحالك بحال السائقين الاخرين كتوجد راسك تكنيكمون وبسيسيكمون باش تسوق انت مع الناس الاخرين حيت فهمتي كدير بروميير دوزيام تروازيام كتريتروغرادي ترجع لا فيتاس باش توقف ولا باش تطور مورا الفروج هادشي كامل اللي فهمتي اول مره غنجربو وغتحس براسك انت سائق بحالك بحال الاخرين وصراحه التجربه كانت زوينه حيت كتهيئك باش انت تعرف تتعامل في الطريق من هنا لقدام ان شاء الله منين ناخذ رخصه القياده ديالنا باش ملي كنطلق من السياره ديالي كندخل للطريق كنكون فعلا صافي وبعيد مقادم مزيان باش كنصوم بكل راحه يلا كنديماري دائما قبل ما نديماري كنديرو اطلال على لوفي فيتاس باش نشوف كوامور حيت الا كان في فيتاس راه ملي غنديماري بطبيعه الحال غنقز بينا طول تاع السكوت ولا التنزيل صافا كنوركو لومبري كوثر كتاخذ اخر التعليمات من عند المدرب اللي غتخليها تكون مستعده باش تدخل في مواجهه السياقه وسط المدينه بكل امان واش كلشي غيدوز بخير وعلى خير نتبعوا كنخرج كندورو الدورات شي بلاصه على اليسار باش نتفاداو هاد الحاجز اللي قدامنا هو غير واحد الدوره تقريبا هذا يلا نشوف المريض كان طريقها ويمشي سير كنطلقو الفان سيري هو الاول شي شويه عاد كنطلقو المريض شي شويه ندورو ديما ندورو سيري بزاف لا كوثر بلا شك طاح منها النص بهاد الهربه اللي دارت بها الطوموبيل وهذا دليل على انها مازال ما صفات حسابها مع ادوات التحكم بالسياره دابا خاصها ترجع التركيز ديالها باش ما تعاودش دير شي فوس نوط اوكي اذا كدير كسرتو شويه عاد كتبدا تطلق مجبيه ما كتسيرش بزاف دابا انت كسرتي بزاف كسرتي وكعطيتي اكثر من القياس دابا بحال هبطت دابا الرونبو غنشوفو على اليسار الا كان طريقه ممكن نشوفو سيري شويه عاود كنرقبو شويه زعما هاد المناطق اللي كنشوفو حمراء كيديرو ماركا باش ملي كتدخل انت لهاد المدار كضطر ملي كتصنع الدبابات في العجلات كتسير شي شويه في الروي كضطر تنقص السرعه ديالك شي شويه المهم غنحيدو التسيرات غنبقاو طرواسين لومبرياج كامل طرواسين كولومبرياج كبير من بعد واحد المجموعه ديال الحصص النظريه اللي تعلمنا فيها الاشارات اشارات المرور والبايك اللي كنلقاو في الطريق خرج معنا الاستاذ ديال السياقه للشارع هنايا باش نحاولوا نطبقوا داكشي اللي تعلمناه وكيفاش نستعملوا المرايات وكيفاش ندوزوا لا فيتاس وكيفاش نردوا البال حنا كنسوقوا حنا كنركزوا في الاشارات ونشوفوا امتى عندنا حق الاسبقيه وامتى خاصنا ندوزوا وكيفاش نتعاملوا مع الفيتاس كل ما قربنا للمدار وكل ما بغينا ندورو واستعمال ديال السينيال هادشي كنحاولوا نطبقوا شويه بشويه مع الاستاذ ديالنا هنايا واخا كيكون تخوف الاول حيت كاين واحد الاحتكاك مع السيارات في الشارع دونك كتخاف بالنسبه للتجربه الاولى ولا الثانيه ولا الثالثه كاع كيكون واحد التخوف ولكن الحمد لله شويه بشويه نهار بنهار كتحاول كتلقى راسك مزيان رشيد من بعد ما سمع لكل الارشادات والنصائح من طرف المدرب حاول الاستعداد لدخول هذه المعركه ديال السير غادي ينطلق بالعربه واللي ليها ليها اش بان لكم يسلك راسو زعما ايوا الشانطي جاوبنا
هي المسيرات هي خديجه اطلاق لومبيان قال لك قبل دي شونجمون دو فيتاس مش طاو ولا تمشي في الجنب الدار وجد طلقنا هذا الموضوع سيري شو سيري لاغوش زيرو لومبيان مزيان ديال مزيان بلا نمشي شو انا نمشي الصباح هي هنا هي مزيان الصباح هي تقيل هاي كثر نطلق لومبيان بسيطه شوف الاولى في رشيد كيبين لك سوايقي من وجهه ايوا انت عندك 50% ديال الشكل بقى لك غير المضمون انت غادي فيه غير هو الا ما حيتيش ديك القضيه ديال الشوفان في رجليك وفي البواطه فيتاس محال تكمل ديك 50% الثانيه وزير معنا با رشيد كنا حنا في اليومات الاولى تنسوقوا وحنا في شارع خاوي دابا ولينا تنعرفوا تقد تكون تسوق يخرج على واحد على اليمين يخرج واحد على اليسار وديك الخلعه ما بقاتش ولينا تنشوفوا نردوا البال على اليمين على اليسار القدام اللور ما بقيناش غير اننا نشدوا السياره وغنسوقوا بواحد رحنا سايقين السياره لا خصنا كيفاش علمونا كيفاش نتحركوا كيفاش العين تدور كما تيقولوا ما تحبش العين تشوف اليمين تشوف اليسار شوف القدام شوف اللور الحمد لله دابا ديك الخلعه اللي كانت فينا الايامات الاولى باش دخلنا الاكاديمي دابا حيدوا منا ديك الاساتذه ولينا دابا مرتاحين بحال اللي حنا تنسوقوا الحمد لله شحال هذه ولكن ماشي 100% نقولوا ديك 70% ما بقى والو الحمد لله نكونوا في واحد المرتبه اللي تكون مزيانه ان شاء الله في السياقه الحمد لله المنظومه دائما كنتاكد ان لو فيت فيتاس او لو فيت السرعه في المقاومه من مستوى السرعه كنورك على المباراه الاول الاول حتى موصل الاول فيتاس ما بقاش مزيان قطر انا سيما اليسار ندور شويه اليسار قبل ما نطلق على ود الحياة قدامي كنشوف المراية خاصة المراية اليسار عاد كنطلق لما ندور كنت تحت دورتي كلشي واصلا دابا بعيد علينا شويه وقتاش كندور كلشي اللي كان داكشي اللي قدامنا قريب نعاود له مرة السينيال غير شويه اليسار كنشوف المراية ديالي خاصة المراية اليسار حيت ملي غادي نمر نخرجو غادي نخرجو شويه من المونتي غنخرجو شويه اليسار من بعد الاجراءات الروتينيه الاولى قبل اي ديماراج اميمة مستعده باش تقصح قلبها وتدخل في المعمعه ديال الطريق العامره واش هاد المره غادي نشوفوا اميمه مرتاحه اكثر في السوقان نتبعوا سيريو ديال الشمال سيريو ديال الطريق يما زيد سيريو ديال الشمال اذا ما كيعمر الموطور كنضرب نمشيو للبارياج كاين عندك بولون بريج كله سيريو في شويه اذا قدامنا مطار ملي كنوصلو كنوصلو بسرعه نشوفو بيان سور على اليسار الا كان خاوي نمشيو نزال شويه البارياج كنديرو الفران باش نعرفو نطلقو كنطلقو الفران كنسيرو شي شويه مع الفران باش نعرفو اليسار ديالك وما عندكم ما تسالو اميمه واخا الخوف اللي مرسوم في وجهها راها قيمه بالواجب كتسنط وتطبق كل حاجه في وقتها والانطلاقه كانت مزيانه ناقصك غير الشجاعه والثقه في النفس وتبتسمي شويه ها وكل شيء غادي يكون هو هذاك اليوم خرجنا من الاكاديمي باش نجربوا السوقان على برا كنت شويه في الاول متخوفه لحقاش ما كنتش كنظن بلي غادي نقدر نسوق وسط المدينه لاني مع دوك الدروس التطبيقيه اللي كنت كندير مع الاساتذه قدرت نشجع راسي ونسوق وسط المدينه واخا كتكون الطريق عامره بزاف وسرتو بالراجلين وخاصك ترد البال مع الناس حيت اغلبيه ديال الراجلين ما كيدوزوش من الممر الخاص بهم وتحترم وخاصك تشوف لي بانو وتحترم قانون السير الزيارة ديال الممثل ديالنا السي هشام بهلول اللي شرفنا بالحضور ديالو هنا اللي كنشكروا عليها من عند المنبر صراحة وصلوني كنهضر شخصيا بزاف ديال الميساج من هذيك الحادثة اللي وقعت له اللي خصنا نديروها بين عينينا صراحة مثلا كأنه هو كان غادي في طريق سيار اللي فوا كتجي وكاين فاصل أرضي وكاين اللي عاد الطريق اللي كتجيب وأنه هو غادي في طريق ديالو ماشي هو الفوتيف محترم السرعة محترم كل شيء تكي يتفاجأ بسيارة أخرى خرجت عندهم من طريق أخرى هادشي اللي كيأكد أنه ماشي بالضرورة تكون فوتيف باش فهمتي لا قدر الله توقع لك شي حادثة ولا هذا أنه واخا تكون أنت داير اللي عليك ومحتارم القوانين في أي لحظة تقدر توقع لك حادثة مميتة كما كنقول كما وقع لك السي هشام ثانيا أنه الصحة بنادم هي اللي ما عمرها ما غتعوضها هو دار لاكسيدون وبقى في الكوما وشحال من حاجة وإني واخا دابا راه
كيوقف وكيتمشى وهذا وين الصحه مرا غترجع كما كانت. هذه الحاجه اللي جايه خصنا ديما نديروها في بالنا انا واخا تكون مثلا لا ليميتاسيون فيتاس 120 ولا هذا انت ديما دير الاحتياط ديالك انه ماشي تسامح ماشي بالضروره 120 راه خصك تمشي 120 حيت الصحه ديالك هي كلشي. من بعد ما واكبنا جول المرشحين في حصه سياقه السياره غادي ننتقلوا عند عبد العزيز اللي غادي يدير جوله بالحافله وسط مدينه الزهور المحمديه. بالنسبه لليوم ركزنا على الدروس التطبيقيه والنظريه. فيما يخص الدروس التطبيقيه تعاملنا مع المرشح علمناه كيفاش يسوق داخل المدينه في بجانب السيارات والدراجات الى اخره. ومن بعد مباشره من سالينا الدروس التطبيقيه خدمنا الدروس النظريه لان هذه هي المرحله الاخيره بالنسبه لي تعتبر لهذا المرشح هذا. وتنطلبوا من الله ما يحشمناش نهار الامتحان لان حاليا بالنسبه لي انا تنعتبره راه جاهز للامتحان والكره بقات عنده. بالنسبه للحصه ديال التطبيق ديال 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 الكود اشتغل معايا الاستاذ على الدروس السلاسل المتعلقه بالحافله. الحمد لله كانت الاجابات ديالي موفقه يعني هما اللي عطاني الاسئله لان في يوم الامتحان ما كاينه غير الاسئله تاع الحافله هما اللي خالقه معاهم اسئله ديال السياره. خدم معايا ياسر من السلاسل تاع السياره وطبيعه الحال كانوا اخطاء بسيطه والحمد لله عالجنا هذا عالج معايا ذوك الاخطاء واعطاني الاجابات ديالهم وعلمني انني نقرا الاسئله سابق من 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 نعطي الاجابه ديالي والحمد لله مازال شويه ديال الوقت لين نراجع فيه ان شاء الله وان شاء الله اللي يكون خير. عبد العزيز اليوم خدم مجموعه من الدروس النظريه والتطبيقيه اللي زادت كسباتو الثقه في نفسه ونقدروا نقولوا عليه راه واجد بواحد 75% لنهار الامتحان. زارنا الفنان ديالنا الكبير الاخ هشام بهلول وجا شافنا كي تنتعامل كي تنقراو في هاد الاكاديمي تنشكرو على هاد المبادره. هو جا معنا و تيعاود لنا على الحادثه المؤلمه اللي كانت وقعت له. هو تيعاود لنا ديك الحادثه وحنا متاثرين لانه تنشوفو مسكين كان منعملنا بواحد الاعجوبه. نرجعوا للضيف ديالنا اللي غادي يزيد يفتح لينا قلبه وما غاديش يبخل علينا من الاستفاده من تجربته المريره وغادي يحكي لنا تفاصيلها نتبعوا ونعتبروا. الحادثه هي قضاء وقدر اكيد ولكن حسب التصريح ديال اللي كانت واقع مع الحادثه هو انه كان جاي في هذه المنطقه ديال بوزنيقه في طريق السيار يعني هو جاي من الرباط وانا غادي من كازا. فكيجي السيد اللي وقعت لي معاه الحادثه كيجي من هذاك الطريق حسب التصريح ديالو في الدار المحضر ديال الدرك الملكي بانه كيتفاجئ بحافله قدامه او كاميون ما عندوش الضوء الخلفي الوغ كيبغي يتجاوزوا على اليمين حسب التصريح ديالو كيبغي يتجاوزوا على اليمين كيلقى سياره اون فواتور كيعاود كيبغي يتجاوز على اليسر كتصريح ديال الزوجه ديالو بانه ما كيحسوا براسهم حتى كينزلقوا لهذيك الطريق اللي ان بيست اللي بين لوطوغوت هاد لي دو فوا بين الطريق ديال اللي كتهبط لكازا واللي كتجي اللي كتهبط الرباط واللي كتجي من كازا. وكاين تما كاين واحد الغوكار واحد القادوس هو اللي عاود زاد في السرعه ديال السياره اللي جايه لان كانت فيها 14 شخص هما كانوا ما عرفتوش في حفل وكانوا يعني نهار قبل الوقوف في عرفات يعني قبل العيد الكبير يمكن بيومين فكانوا غاديين يمكن في رحله عائليه للمكان ديالهم. للاسف الله يرحمه توفات الاخ ديالو في الغد ليه في المستشفى وهو كان فقد واحد الطرف من اللحم ديال الفخذ ديالو كيعاود يلصقوه عاود كيرفضوا الجسم ديالو. وكنت قريت في المحضر بانه 4 أو 5 من الاطفال ديالهم كانوا تصابوا بكسور متفاوته الخطوره الله يشافيهم وكنتمنى من الله انه يكونوا تشافوا والله يرحم الميته. وهذا ما كنعرفش انا لان ملي كنكونوا وقعت او تسببنا في حادثه الغالبيه ما كيقولش انا فوتيف
يعني خص شهود واجدين. هو ما يمكنش يقول بأنه كان مشغول مع الأطفال، لأن 14 شخص ما شاء الله في سيارة حافلة أربعة ولا ديال النقل، ما عرفتش كيفاش نقولها، ما بغيتش نقول لا مارك ديالها. كانت من الله أنه الناس اللي حضروا لهذه الحادثة واللي سمعوا لي ولا اللي دعوا معي أنهم يعتبروا تماما هذا باش ما يتسبوش الأشخاص آخرين في كسر وفي كذا وفي غيب وتوقف القلب، ويعرفوا بأن أبنائهم وعائلاتهم تهيارة كتسناهم. يعني إلى هذاك السيد اللي درت معه الحديثة بقى حي، ممكن أنا نموت لسائق، ممكن عائلتي، ممكن يعني 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 مسألة درامية بزاف. يعني حبذا لو أننا ننتبه على الطريق ومن من من ما نكونوش مسببين يعني أساسيين للحادث، نخليو المسألة القضاء والقدر، نخليو الآخر هو اللي يدير الخطأ. راه خاص نقول بأنه إلا زدت في السرعة ولا ما وقفت في الضوء ولا حركت القيف، شحال نزيد 40 ثانية 20 ثانية، سي لو ريست دو تا في اللي غتربح. يعني بقية الحياة ديالك شو اللي مخصصها لك الله، واحد 20 ولا 40 سنة أولا وليداتك أولا، يعني واحد 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 مأساة مأساة نفكر فيها قبل ما نركب في الطوموبيل، نفكر فيها ندير تصويرة ولدي أولا أمي الشخص اللي عزيز عليك نديرها قدام الفولون. هذه نصيحة لكل شيء اللي يشاهد البرنامج ولكم انتوما، ندير صورة ولدي ولا مدام ديالي، مرتي ولا أمي ولا با ولا شخص اللي مرتبط بيه ومرتبط به، نديرها قدامي ونقول بسم الله ونقول يعني غادي نجري 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 باش نجلس في قهوة نتسنى نشرب قهوة بوندون ثلاثة سوايع على جوج سوايع. سبت يعني عيب عيب عيب. يعني واش الحياه ديالنا رخيصه لهذه الدرجه؟ الحياه ديالي انا، الحياه ديال خويا، ديال امي، ديال ولادي، ديال مرتي، ديال يعني نفكروا فيها، نفكروا فيها، جلس وفكر فيها. انا لو تيمواج دي ان اكتر ماروكان كي سي ديبلاسي اونيكومون بور نو. Franchement, j'ai été touché lors de son arrivée ici à l'académie. Il nous a expliqué comment il a eu l'accident. Et franchement, j'ai été ému de sa façon de nous expliquer. Parce que c'est de nous donner un avertissement et pourquoi on devient, on prend conscience lorsque on est en route et que on est au volant. Ça me donne une courage et puis une conscience pour nous les jeunes chauffeurs que nous allons avoir bientôt nos permis B, et pour ne pas exagérer et la limitation de vitesse. الحياة مدرسة، أستاذها الزمن ودروسها التجارب. إذا ارتكبنا غلط أو خطأ ماشي حرام أو عيب أو نهاية الدنيا، إنما اللي ماشي مقبول هو تعطينا الفرصة ونعود نفس الشيء. الفنان ديالنا هشام بهلول بدا دعوة ديالنا وجا اليوم باش يجعل من القصة اللي عاشها في الفضاء الطرقي تكون عبرة لكل واحد كيتيق في العجلات ديال سيارته. نتمنى حلقة اليوم واللي كان موضوعها حوادث السير تكون قدرات تغير فيكم ولو حاجة بسيطة نحو الأفضل لكم. حلقتنا سالات، تسنونا الأسبوع الجاي إن شاء الله في نفس الموعد وعلى نفس القناة. تبقوا على خير.